السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا صاحب الفضيلة ماريا الشيخ رئيس هذه الجامعة الإسلامية جامعة الحراء التنغائر، الأستاذ الشيخ عارف الرحمن حفظه الله وراه، والأساتذة المكرمين وإخواني السامعين وضيوفنا المحترمين المحترمين، هذه نعمة إلهية ومنة ربانية ربانية على أن الله وفقنا للاجتماع في هذه الحفلة المباركة الطيبة، فعلينا أن نحمد الله تعالى ونشكره على نعمه. ثم من المعلوم لديكم انه لقد انيا للاساتذه من شهور التعليمات موضوعا مهما جدا حول فضائل القران الكريم، فلهذا كنت انتظرا لامرهم ان القي عليكم خطبه معجزه عن هذا الموضوع. ايها الاخوان، بالله اعلموا ان له فضائل كثيره في القران والسنه، منا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما قرئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. قال ابن رجب: فمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها لا تكون لكل الحسنات. وقد دل عليه قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وأما زيادة المضاعفة على الشفعية لمن شاء الله أن يضاعف له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السرات الكرام البرات، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعهد وهو عليه شديد فله أجران. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأ بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والده يوم القيامة تاجا من نور ضوء مثل ضوء الشمس، وإكفى والده حلتين لا يقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما تفتينا هذه؟ فيقال: يخدم والدكما القرآن. ذكر ابن كثير رحمه الله عذابا منا ألا يمس القرآن ولا يقرأ إلا هو قائم، وإن يستيقظ قبل تلاوته، وأن يلبس أحسن لباسه، وأن يستقبل القبلة، وأن يمسك عن القراءة إذا تساهل، وأن لا يقطع القراءة بكلام إلا لحاجة، وأن يكون حاضر الذهن، وأن يقف على آية الوعد فيسأله آية الوعيد فيستعيذ، وأن لا يضع المصحف منشورا ولا يضع فوقه شيئا، وأن لا يجعل القراء بعضهم على بعض في القراءة، وأن لا يقرأ في الأسواق وأماكن اللغد. كيف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره؟ قراءة القرآن والذكر في الصلاة وغيرها لا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يسمع النفس دون تشويش على غير. ينبغي أن يتمهل في قراءته. سئل أنس رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. قال تعالى: رتل القرآن ترتيلا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين.
والسلام عليكم ورحمة الله.